الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية حلق الشعر للأطفال في المنام للإمام ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. ذهب علماء التفسير إلى أن حلم حلق شعر الطفل يشير إلى بعض الأمور الإيجابية، حيث يمكن أن يكون إشارة إلى طاعة وتدين أو تقوى هذا الطفل بالمستقبل إن شاء الله تعالى، كما يمكن أن يكون إشارة إلى زوال الهموم والأزمات التي تواجه الشخص. كذلك يمكن أن يكون إشارة إلى الإقبال على فترة من الخير والبركة والسعادة. يشير حلم الشخص في المنام بأن شخصا آخر يقوم بقص شعره، كان ذلك إشارة إلى عدم ثقة هذا الشخص بالناس. كما يشير حلم قص الشعر في المنام إلى التعرض لخيبة الأمل والإحباط والفشل. كذلك يمكن أن يكون إشارة إلى خسارة الأموال أو العمل أو الفشل في تحقيق بعض الأهداف. كذلك يشير إلى فقدان أو خسارة شخص يحبه أو يعرفه جيدا. فسر العلماء رؤية الأم وهي تقوم بقص شعر أولادها وبناتها في المنام على أنها إشارة إلى وقوف ودعم الأم لهم، حيث يشير حلم الأم تقص شعر ابنتها إلى ما تقوم به الأم من مساعدة ودعم للفتاة. كذلك يشير إلى أن الأم تحاول تقديم كل ما تملكه للابنة وتجعلها في أفضل حال، بينما إذا رأى الوالد أن أمه تقوم بقص الشعر له كان ذلك إشارة إلى أن هذا الولد يحتاج إلى مساعدة من أمه، والله أعلم. يشير حلم تزيين الشعر في المنام إلى قيام الشخص بتقديم أفضل الحلول للمشاكل والأزمات. كما يشير أيضا إلى حلم تزيين الشعر في المنام إلى الانتقال لمراحل أفضل، حيث يمكن أن يشير في منام الفتاة العزباء إلى الإقبال على الزواج أو الخطوبة. كما يشير حلم شخص يزين شعره في المنام إلى أن هذا الشخص سوف يضيف بعض اللمسات الإيجابية على ما يعيشه الحالم، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.